مشاهدينا مشاهدي قناة النهار، مساء الياسمين، وأهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات الموسم الثاني من شايب الياسمين. راجعين لكم بموضوع شاغل بال ناس كتير إلى درجة الهوس، ألا وهو الهوس بالشهرة اللي بتصور إن هو بيزيد وهيزيد كلما انتشرت السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا خلت الشهرة ممكنة وسهلة. زمان كانت الشهرة عزيزة وصعبة، عشان المواقع أو الصحف تتناقل أخبارك والمجلات تنشر صورك لازم تكون شخص مؤثر، لازم تكون شخص مهم، فنان محبوب، كاتب مؤثر، سياسي مهم، عالم عظيم، لازم تكون بتقدم حاجة. النهاردة لو حضرتك شخص مهم وبتقدم حاجة مهمة، ما اضمنلكش ان انت هتصل للشهرة بالسرعة اللي ممكن يصل بيها شخص غير مهم وبيقدم حاجة تافهة. ما تسألنيش ليه؟ معرفش. لسبب غامض، الناس بقت بتنجذب للتفاهة وتنفر من اي حاجة هادفة او قيمة. معرفش ليه؟ فعلا معرفش ليه؟ بس لو عايز تتأكد من صدق كلامي ممكن تاخد تور على السوشيال ميديا. شوف النماذج اللي الناس صنعت منها مشاهير. واحد بيقولك انت شوجري، فجأة بقى أشهر رجل في مصر، راجل بتاع وقعة الكشري الشهيرة اللي بتتناقل المواقع أخباره كأنه واحد من وجهاء المجتمع ونجومه. عندك مثلا مذيعة بقالها سنوات على الشاشة بتقدم برنامج محترم، محدش يعرفها، محدش مهتم باللي هي بتقوله، لحد ما بدأت تقول كلام الصوت الشتوي والصوت الصيفي والرجل الفينيقي والفرعوني فبدأت الناس تهتم، لأنه لسبب غامض الناس مهتمة بالتفاهة. وده اللي تنبأ بيه ألان دونو الفيلسوف الكندي في كتابه الشهير نظام التفاهة. قالك أنه المجتمعات في نموذج الدولة الحديثة هتتجه إلى التفاهة. ده بالظبط اللي بيحصل النهارده، بس ده مش نموذج الشهرة اللي احنا هنتكلم عليه الليلة. انا هتكلم على نموذج تاني من الشهرة اغرب واسرع، نموذج جاهز من الشهرة، وهو ان انت تكون شبه شخص مشهور فتصبح مشهور ويتقال شبيه فلان راح وشبيه فلان جه. انا قريت الاسبوع اللي فات تلت اخبار اعجب من بعض. شبيه عادل إمام يحضر جنازة الله يرحمها الفاتنة الراقية شيرين سيف النصر، شبيه محمد منير عامل حفلة بيقدم فيها أغاني محمد منير، وكذلك شبيه عمرو دياب. سريالية. يعني مثلا إيه اللي يخلي الناس تهتم بأنه شبيه عادل إمام راح العزاء؟ إذا كان عادل إمام نفسه ربنا يديله الصحة وطولة العمر ما راحش العزاء، إيه المهم، إيه الخبر في أنه شبيهه راح العزاء؟ شبيه محمد منير، سيبك منه هو، ان هو بيقدم على فكره في الحفله اغاني محمد منير، الناس اللي قاعدين في الحفله دول عايزين ايه؟ حاجه من ريحه محمد منير مثلا؟ طب ما هو الكينج حي يرزق وبيعمل حفلات. وكذلك شبيه عمرو دياب. الحقيقه انا عشان يعني اكون منصفه، مش عايزه اتهم الناس دول بالسعي الى الشهره، لان موضوع اشباه المشاهير ده موضوع مربك جدا. ربما تكون الميديا هي اللي محاصراهم، ربما يكونوا هم ما تعمدوش يسعوا للشهره دي. ده اللي هنعرفه بعد الفاصل من شبيه الفنان عادل امام، وشبيه الفنان محمد رمضان، وشبيه الفنان محمد منير، وشبيه الفنان عمرو دياب. ويعني ان شاء الله هفضل انا معاكم بعد الفاصل، مش هيستبدلوني في الفاصل بشبيهة ياسمين الخطيب. خليكم معانا. رجعنا لكم تاني، ومعايا في الاستوديو الاستاذ فكري عبد الحميد شبيه الفنان عادل امام. استاذ فكري مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ياسمين. ومعايا الاستاذ محمد جبريل شبيه الفنان محمد رمضان. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. وكمان معايا الاستاذ خالد منير شبيه الفنان محمد منير. مساء الخير.
ازيكم؟ انا على فكره خايفه، حاسه ان انا في عالم موازي، حاسه اني في مدينه البط، مش مصدقه. بالذات استاذ فكري، الشبه كبير جدا، يمكن اكتر من الصور المتداوله على السوشيال ميديا. امتى اكتشفت الشبه ده؟ والله بص حضرتك استاذه ياسمين، انا يعني اتشرفت واشتغلت مع الاستاذ عادل في مسرحيه الزعيم. الزعيم ما كانش فيه شبه خالص، يعني كنت عادي يعني. بعديها بست سنين عملنا مسرحيه بودي جارد، فاشتغلت فيها، فانا كبرت شويه، فالشكل اتغيرت شويه من شكلي، فالشكل بقى ايه قريب قوي، ده الناس اللي بتقول، انا ما بقولش حاجه. فحتى اخش المسرح الكواليس الاقي الراقصين اللي هم بتوع فرقه عاطف عوض يشوفوني يجروا، الاستاذ داخل، الاستاذ داخل، لو واحد يعني عارفني يقول لهم لا ده الاستاذ فكري مش الاستاذ عادل. فبقى الشبه قريب قوي. فطبعا بمشي في الشارع الناس استاذ نور زعيم بتاع حاجات زي كده يعني. فانا الناس هي اللي بتجري ورايا، الناس هي اللي بتقول للاستاذ عادل يا استاذ عادل، اقول لهم انا مش الاستاذ عادل، انا اسمي فكري، انا راجل ممثل ثانوي. عملت ادوار مع الفنانه ناديه الجندي، مع المرحومه مديحه، عملت يعني عملت ادوار كتيره، ادوار ثانويه. الاستاذ عادل امام قيمه وقامه. انا هقول لحضرتك حاجه، انا لما اشتغلت مع الاستاذ عادل امام في مسرحيه الزعيم وهو لابس البدله بتاعت الزعيم وانا كنت الحرس بتاعه واقف جنبه، كنت انا يعني ازاي ان انا واقف جنب الاستاذ عادل امام؟ كان ضربات قلبي دي بتشتغل ان انا واقف جنبه. بس رد فعل عادل امام ايه لما بدا الشبه يبان؟ انا مستغربه اصلا انه الشبه بان متاخر، يعني حضرتك بتقولي ما كنتش الاول شبه في الزعيم، ما فيش شبه، بودي جارد كان الشبه. ازاي بقى يا فندم؟ بس هقول لحضرتك حاجه، انا قابلت الاستاذ عادل في مسلسل فالنتينو، انا كنت الدوبليل ليه، المسلسل الوحيد اللي انا عملت فيه دوبليل، وكنت انا بصور في كومبوت في اكتوبر، وهو جه الاستاذ سلمت عليه وقام خدني بالحضن قدام الاستاذ رام وقدام المساعدين كلهم. وفكر ده من الناس الكويسه، وكان شايف ان في شبه. هو بقى ما بيقولش، استاذ عادل امام اكبر من كده، ما يقولش، لا ما يقولش، بس هو عارف طبعا ان انا دوبليل ليه، بلبس اللبس بتاع الشخصيه بتاعته، بخلص بيها وبقلعها تاني. هو بس هو ما بيتكلمش. وفي المشاهد ده حضرتك كنت دوبلير، في المسلسل ده حضرتك كنت دوبلير لعادل امام، بمعنى المشاهد اللي فيها عنف او كده؟ لا ما فيش عنف ولا حاجه، هي المساله بطلع من كومباوند بلبس البيجامه والروب. لان هو المفروض الشخصيه ان هو متجوز اتنين، واحده من طنطا واللي هي داليا البحيري، وواحده اللي هي دلاله الله يرحمها. فكان بيخرج بقى بايه، بيستخبى عشان ايه، فبطلع بقى من كومباوند لكومباوند كده ايه، دكاكيني يعني. لكن بركب العربيه، سافرت طنطا كده يعني. طب بخصوص موضوع الشبه اللي ظهر فجاه، مش ممكن حضرتك تكون بدات تقلد شكله، يعني تسريحه شعره ونضارته؟ هقول لحضرتك حاجه عشان برضه بكون صريح معاكي، انا طبعا بحب الاستاذ عادل امام، كل الناس بتحبه. انا يعني لما يعني في بودي جارد قلت اغير شويه، فعملت برضه نفس التسريحه، النظارات اللي هو بيلبسها بحب ان انا البسها، نفس اللبس بحب البس البدله والبدله الكحل، تقليد الملابس والشخصيه، لكن ما بقلدوش هو. ممكن استاذنك في حاجه؟ ممكن تقلع النظاره اشوف قدر الشبه قد ايه؟ اتصور ان النظاره فرقت كتير، يعني ال 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 الكواف بتاعت شعر حضرتك وطريقه اللبس والنظاره برضو هي اللي مقرباك اكتر للزعيم عادل امام. طب انا في العزه ما كنتش لابس نظاره. والناس في العزاء عملوا معاك. طب اقول لحضرتك حاجه، ده بقولها هو على الهوا، استاذ ايمن عزب الفنان شافني قاعد، كان واقف مع الاستاذ اشرف زكي، جه جري حمد لله على السلامه استاذ وبتاع، وراح قلت له افتكرك استاذ عادل امام. بتتعامل مع المواقف دي ازاي بقى؟ اقول لهم مش انا. بتحرج؟ لا بقول لهم مش انا، انا اسمي فكري، يعني الفنان فكري. اصل انا ما اقدرش، استاذ عادل ده قيمه وقامه، ده فنان ما فيش حد هيجي زيه ابدا يعني. انا بس الناس طبعا اللي اكيد في ناس بتهاجمني، انا ماليش ذنب، الناس هي اللي بتجري ورايا وبتتصور معايا. انا يا استاذ حتى لما بطلع لايف يا استاذ عادل امام، هو يا جماعه اقول لهم يا جماعه انا مش عادل امام، انا اسمي فكري عبد الحميد، انا فنان فكري بعمل ادوار ثانويه على قد الاستاذ عادل امام قيمه وقامه، ده نجم النجوم، ما حدش هيجي زيه. تمام. لكن انا لا طبعا ما حدش هيجي زي هو، زعيم واحد بس اسطوره مصريه. الاقي الناس بتتكلم عليا يعني عادل امام يعني في انا هستاذن حياتك انتقل لاستاذ محمد جبريل. انا بقى هقول لك انا مستغربه جدا ان الشبه بعيد، مش حاسه ان انت شبه محمد رمضان، يعني امتى الناس قالت لك انت شبه محمد رمضان؟ اولا انا كنت يعني لما بخرج على طول انا ليا ستايل في اللبس معين، فعادي بلبس وبخرج عادي، فلقيت شاب اسمه ماندو، اسمه مصطفى ماندو، فقال لي عايز بناخد صوره عادي. فالمهم لقيت الصوره منتشره على السوشيال ميديا وعلى الجروبات،
على انه هو محمد رمضان. اه فشبهوني بيه. طب يا جماعه طبعا واستاذ محمد رمضان طبعا يعني هو عرف بالموضوع، عرف موضوع الصوره وصلت له؟ اه طبعا وصلت له، ولما ابتديت اعمل فيديوهات تواصل معاك؟ اتواصل معايا، اعمل لي فولو، تواصل معايا اول باول. قال لك ايه؟ شجعك ولا كان متضايق؟ لا بالعكس، استاذ محمد رمضان ما اتضايقش اطلاقا وبيشجعني. يعني هو بيشجعني وهو اللي شجعني، عملت الاغنيه بتاعتي الجديده، اغنيه اسمها نهيرو، اغنيه خاصه بيك، اغنيه خاصه بيا. لكن انا لكن في الحفلات مش بتغني اغاني محمد رمضان؟ لا هو بصي يعني انا لسه الاغنيه عاملها تمام، لكن انا بغني اغاني محمد رمضان عادي جدا يعني. لان انا بحبه جدا. بس بتعمل حفلات باعتبارك شبيه محمد رمضان وتغني اغاني محمد رمضان؟ يعني انا سمعت ان انت عملت حفله كان التذكره فيها ب 500 دولار مظبوط او 500 درهم. بص حضرتك هو الكلام ده كله هو كان اشاعات، دي اول حاجه. تاني حاجه الحفله اللي انا كنت عاملها، يعني انت كنت تعمل الحفلات دي من غير اجر؟ لا طبعا اكيد في اوبن بوفيه، في حاجات كتير طبعا. بس يعني ما وصلتش للدولار. يعني هي ما وصلتش، هي مره واحده. في اوبن بوفيه وما فيش اجر؟ ايه في اوبن بوفيه وما فيش اجر؟ بتاخد اجرك عشا؟ لا اكيد لا انا ما بتكلمش في كده. لا انا يعني ما وصلتش للدولار. هي كانت مره واحده حفله. كانت فين؟ ودي دي كانت على النيل في مركب في اي بي، وده واحد نيجيري مش مصري، اداني 800 دولار عشان تغني اغاني محمد رمضان، عشان اغني اغاني محمد رمضان. فابتديت بقى اشتغل على وهو نفسه استاذ محمد رمضان يعني بدا يشجعني، عامل لي فولو اول باول، يعني متابعني. يعني النهارده اجرك كام في الحفله لو حد عايز يجيبك تغني في حفله؟ حد مثلا عايز يجيبني في حفله يا ساعه مثلا، الساعه ناخد 5000 جنيه. 5000 وتغني اغاني محمد رمضان؟ واغني اغاني محمد رمضان وامشي. ومحمد رمضان راضي وعاجبه وسايبك تغني اغانيه وتسترزق؟ مع محمد مشكلة. رمضان طبعا حد يعني انا بحبه جدا، وطبعا برغم يعني انا متعرض لانتقادات جامده، بس طبعا ما فيش حد بينجح بالساهل. يعني انا بتعرض لانتقادات يعني بجد صعبه، بس انا متحملها لان انا عايز اكون شخص ناجح في يوم من الايام. طبعا قبل ما اخش في المجال ده اصلا انا كنت لاعب كمال اجسام محترف. كنت في اتحاد، بس ربنا ما اردش 8 سنين بس ربنا سبت المجال ده خالص. سبت المجال، دخلت المجال ده لما فتحت لي السكه مجال الغناء. عايز تمثل؟ بجد يعني نفسي في الفرصه بجد يعني. طيب انت بتقولي النجاح مش بالسهل، انا هروح لاستاذ خالد منير واساله، هل بتعتبر اللي انت حققته نجاح ولا نجاح مبني على اسم محمد منير؟ حلو السؤال ده، انا اول مره اساله بس هجاوب عليه. النجاح دي بركه بتيجي من سيدنا النبي. البني ادم بينجح، الشبه ده بينجح، او بيقولوا ان انا شبه محمد منير، او بيفكروا ان انا شبه محمد منير. لا، النجاح ده بيجي من عند ربنا، ملوش دعوه بمحمد منير. منير ليه جزء فيه لكن مش كل الجزء بس ربنا. بس انت بتقلده يعني، ما تزعلش مني يعني. بعيدا عن الشبه، انت بتتكلم زيه وبتتحرك زيه، حتى نبره صوتك وطريقه كلامك زيه، لبسك شعرك، يعني انت بتقلده ما تنكرش. أنا ده انا فنان تشكيلي مجنون. بحب الترقعه، بحب الجنان. الفن التشكيلي هو اللي علمني كده. تجربه جت لي والناس طلباك، ما اخشهاش ابقى عبيط. يعني ايه الناس طلباك؟ اما اروح حفله واروح حفلات، الناس دي بتطلب مين؟ شبيه محمد منير، عشان يجي في حفله يفرفشهم. صعب يجيبوا منير. انا بروح للناس الغلابه ابسطهم. في ايه اما تروحوا للناس الغلابه؟ ثانيه واحده، يعني انت بتروح حفلات طبعا لناس مش قادره تحضر حفله لمحمد منير، باعتبارك شبيه محمد منير، وبتقدم كانك محمد منير، بتقدم اغانيه فعلا. ما عندكش اغاني خاصه بيك؟ عندي. طب ليه مش بتغني اغانيك الخاصه؟ صعب، عشان الاستاذ، انا بحب منير، تربطني بعلاقه جامده بينه وبين كينج، علاقه كبيره جدا جدا جدا. ما اقدرش انا اطلع فوق الكينج. منير اسطوره لا تتكرر في التاريخ،
ماشي. وانا قلت قبل كده في كل اللقاءات منير المفروض يتدرس في مدارس. انا موافقه على فكره الكلام ده ماشي. ما ينفعش انا اطلع فوق منير ربنا يديله الصحه انا بغني للغلابه. لا انا ما قلتش ان انت تطلع فوق يا اخي. ما اقدرش. انا قلت ان انت تقدم حاجه مختلفه. ما انا بقدم حاجه مختلفه وبعمل حاجات مختلفه بس ما اقدرش. عملت فيلم وعملت 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 ومسلسل وعملت حاجات كتير الحمد لله بس هم مش طالبينك عشان انت شبه محمد منير. انا رحت للاستاذ يوسف شاهين قبل كده هو كنت رسم له بوتريه البوتريه ده هو ماشي راح ادهوله الراجل قال لي انت هتكون حاجه جميله. ايه هي الحاجه دي يا استاذ؟ قال لي انت هتكون نجم مصر. قلت له نجم مصر في ايه؟ قال لي ما اعرفش والله. قلت له بس انا فنان تشكيلي. ده المرحوم يوسف شاهين اللي قال لك كده. الاستاذ يوسف شاهين اللي قال لي كده قبل ما القصه دي قبل ما تاخد لقب شبيه محمد قال بقى قصه محمد جرد وكل الكلام ده خالص. طب يعني كلمه يوسف شاهين ما كانتش تشجيعيه ان انت تكمل بشخصيتك والفن الخاص؟ والله انا بحب الخاص. انا اقول لك بصراحه انا اكتر حاجه بحبها الفن التشكيلي بس انا ما بحبش الفن بس لقيت الناس هي اللي بتقول لك تعالى وروح واعمل واشتغل. هعمل ايه؟ طب ابقى عبيط لو رفضت لو حد قال لي تعالى. وخلي بالك انا ما باخدش اجرات فوق ولا اجر كبير ولا اجر صغير حتى لو الناس طلبتني من غير فلوس بروح. بتاخد كام تقريبا؟ ما باخدش حاجه يعني مش هتصدق. ما باخدش حاجه انا مش من الضرايب على فكره ممكن. خلي بالك يعني انا ما بخافش يعني. ولا من الضرايب ولا بخاف من اي حاجه طول ما معايا ربنا ما بخافش من حد. لا بروح حفلات ماشي باجر بسيط ممكن وبروح حفلات من غير فلوس خالص وساعات بروح ليه للناس. بتروح حفلات من غير فلوس خالص؟ هقول لك انا ليه. عشان الناس الغلابه. انا بحب الناس عشان انا من الناس الغلابه. عايزين اجاوب على ايه تاني وانا اجاوب؟ لا هو انت ليه بس معتبر ان انت متهم؟ الكلام مش اتهام بس انا هقولها لك بفانتازيا جميله كده اهو. بلوحه فني تشكيلي وشعرك البستان تايه انا فرحان طاير من اللذه ياسمينه ياسمينه يزيدني شرف ان انا قاعد مع ياسمين يزيدني شرف ان انت بتتكلمي معايا. والاتهام او متهم او حاجه يا ريتني اكون متهم. اولا ميرسي على الاغنيه ثبتني انت بالاغنيه دي بس برضو هقول لك انه انا مش بتهمك انا بنقل لك صوت الناس يعني انا بشوف تعليقات الناس على السوشيال ميديا على حفله انت عملتها او على لقاء تلفزيوني بيقولوا ان هو بيقلد بيتعمد يقلد محمد منير او انه اي نجاح حققه قائم على الشبه اللي بينه وبين محمد منير او انه بيستخدم ده. تيجي حضرتك نقول حاجه كويسه بتتفرجوا على خالد ليه بدل انا انتوا مش عاجبكم يبقى ده ايه؟ بتدوني لايك ليه وقلوب ليه بدل انا بتحبوني؟ بتجيب المليون والاتنين مليون والاربعة مليون مشاهدة ليه؟ او بتضحكوا عليا ليه؟ ها؟ انا مستمر في الفكرة دي مش هقف. لا ده انا محضر لكم مفاجأة كمان. ايه المفاجأة؟ ما ممكن تخصنا احنا بيها في شاي بالياسمين تقول لنا المفاجأة. تملي لو ما برسم بوتريه ما اقدرش اقول جوه اسرار البوتريه ده ايه. ماشي بحط الالوان واشكلها لسه بشكل الوان وبشكل حاجات ومحتاجات عشان اقدر اعمل عن المفاجاه. المفاجاه ما تتقال ها غير اما تتشاف مفاجاه على طول. انت واثق ان هي هتكون مفاجاه يعني؟ انا مش واثق ولا بقول دي مفاجاه ولا بقول دي حاجه هي كلها بركه من سيدنا النبي. ليه علاقه بالكينج؟ ما اعرفش. مش عايز تقول اي تفاصيل يعني. انا نوبي اتعلمت الكتمان من امايا الله يرحمها. كل حاجه جايه بس كل حاجه بالصبر. انا مفيش حد بيساعدني مفيش حد يساعدني ان انا اتشهر او مفيش حد خد بايدي تعالى خد ومش عارف ايه والكلام ده او حد خدني لفيلم او حاجه. طب ما انا لسه كنت بمثل مشاهد فيلم. بس انت بتقول لي محمد منير ساعدك. محمد منير هو اصل الشهره بتاعتي. محمد منير شرف ليا اللي اكون فيا جزء بسيط من محمد منير او جزء نابت من انا راجل دخلت بيت محمد منير وشربت الشاي بالياسمين مع محمد منير. وخد منك سلسله مظبوط؟ وخد مني سلسله امي الله يرحمها. سلسله والدتك؟ وكان عليها القصه بقى؟ كان دي كان عليها راس عاج. راس العاج دي كانت صورتي انا. خدها وبسها وخدها ولبستها له. عجبته السلسلة يعني ولا عجبته القصة ولا ايه اللي حصل؟ ما اقدرش اقول اسرار. احنا كنوبيين مع بعض دي بتبقى ما تنفعش تتلعنن على السوشيال ميديا او على الدنيا كلها عشان يبقى فيش فرقعة.
بيني وبين محمد دي سر ما بقدرش اقوله، هو ربنا اللي عارفه. ماشي خلاص، مش هنتكلم في الاسرار. انا هرجع لاستاذ فكري. استاذ فكري، انا عرفت بالمصادفه النهارده واحنا بنجهز الحلقه ان حضرتك كنت بتعمل بجريده الجمهوريه. أيوة. مظبوط. أيوة. ثم اتجهت للفن. ايه اللي خلاك تتجه للفن بما انه ما كانش فيه شبه اصلا مع الفنان عادل امام؟ لا حضرتك، في الاول خالص في السن الصغير ما كانش فيه شبه خالص. يعني انا في الجريده وكان في مكاتب ريجسترات سبان في عماد الدين قبل ما تتنقل في المهندسين، فتعرفت على واحد صاحبي يعني من شبرا وبتاع، فقال لي ما تيجي تشتغل يعني حاجات زي كده. بقيت اشتغل حاجات كده صغيره كده لغايه ما جه يوم اشتغلت مع الراحل احمد زكي في فيلم اسمه ضرب الهوى. كنا طالعين طلبه في الجامعه وهو كان المعيد بتاعنا يعني. ضرب الهوى اللي كان فيه حسن عبدين الله يرحمه. الله يرحمه. كنت انا كبير شويه. ويسرى ومحمود عبد العزيز. أيوة. ويسرى كانت قاعده معانا في المدرج. ايوه ايوه. لا انا كان شغلي معاه في المدرج في الجامعه، وكانت يسرى معانا بيبتكر بقى يسرى وضرب اللبانه حاجات زي كده يعني. فابتديت بقى الاعمال، بقيت اشتغل يعني معاه في الاول، بعد كده اشتغلت ادوار، بعد كده قابلته بقى في فيلم امراه واحده لا تكفي، كنت طالع محامي سماح انور، وكان هو والراحل يونس شلبي، وعملت برده معاه حوار. اشتغلت معاه فيلم الباشا، اشتغلت معاه في كذا فيلم يعني. ده من زمان يا استاذ. انا بمثل من زمان. اشتغلت مع السيده نوره ربنا يديها الصحه في فيلم ارمله رجل حي، كنت انا في اول الفيلم الدكتور لما اغمى عليها في الفرح، اتجوزت واحد وكان جوزها حي عايش يعني. فيعني ومصلاح صلاح قبيل الله يرحمه. لا عملت حاجات كتيره، والسيده ناديه الجندي عملت معاها كذا فيلم. فعايز اقول لك انا شغال في الميديا. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، الناس بتظلمني وبتنقد عليا ليه؟ انا ماليش ذنب، انا ماشي في امانه الله. الناس اللي بتجري ورايا استاذ عادل، وانا بقول لهم انا مش الاستاذ عادل. يعني في ناس من بعض المذيعين جابوا سيرتي يعني، انا ماليش ذنب، انا رايح عايز انا مال. انا لقيت الناس كلها عماله تصورني وعماله تدخل، انا ماليش ذنب. هما الناس يا استاذ فكري بيقولوا يعني هو ايه اللي وداه العزاء؟ ما انا اقول لحضرتك حاجه، سيده شيرين انا كنت شغال معاها في مسرحيه بودي جارد. وسيده جميله جدا ورقيقه وابتسامتها وراقيه. وبتعمل خير وبتيجي في العيد الكبير بتجيب لمؤاخذه عجل وتذبحه وتفرقه. وبعدين مدير اعمالها صاحبي، واتصلت بيه وقال انا هعمل العزاء، لازم اقف جنبه. وانا بروح اي عزاء يعني، انا ما بروحش عزات خال اي فنانين عشان برضه نفس المشكله، فكان لازم اروح عشان برضه ده مدير اعماله، ده حبيبي وصاحبي. فما اقدرش ان انا ما اروحش. حضرتك رحت تأدي واجب العزاء في المرحوم شريف الراس لانك كنت تعرفها، بس الناس تصورت انه حضرتك بتستغل اي حدث في الوسط الفني حتى لو كان عزاء عشان تروح وتظهر كشبيه عادل امام. اثبتي حضرتك، هي مره بتاعت والده يسرى كان مدير اعمال الكوافير بتاع الاستاذ عادل كان رايح وخدني معاه. ولما حصل قلق حلفت ما اروح تاني. حصل عزاء بتاع محمود عبد العزيز ما روحتش، فاروق في شو انا بحبهم ما روحتش. ليه بقى يا استاذ فكري ما بتروحش؟ بتخاف ان الناس يقولوا ان هو ما هيقول لك ده راح يعمل بقى شبيه عادل امام، وبعدين يتكلموا بيقول لك عادل امام جاي العزاء زي اللي حصل يعني. انا روحت عشان محيي مدير اعمالها، فالناس اتهمتني ان انا راح اعمل شو، راح اعمل. لا بالعكس، انا الناس عارفيني، انا في الناس بالوسط عارفين ان انا شبيه عادل امام، هم بيشبهوني. وبعدين دي حاجه جميله، انا بيشبهوني بنجم النجوم، ده حاجه انا ببقى سعيد بيها. دوبلير ليه بتقول في اعمال هو كتير. عمل واحد بس عشان برضه اكون صريح مع حضرتك فلنتينة. يعني انا مثلا في افلام بتاعته لما كان في المسرح كنت بمثل معاه في الافلام، بخيت وعديل الجزء الاول والثاني برضه بطلع معاه مشاهد مع الاستاذ عادل، الرساله للوالي برضه معاه بتطلع ظابط مباحث، لا بشتغل معاه. لكن انا هو المسلسل الوحيد اللي طلبني فيه الاستاذ رامي دوبلير لي الحاجات، المشاهد الصغيره، بركب عربيه، بطلع من كومبود لو بسافر حاجات يعني. لكن انا الناس بتتهمني ان انا لا، انا ما بروحش عزاءات عشان كده. لا ما احنا اتحنا لحضرتك الفرصه من خلال البرنامج انك توضح الموضوع ده، ان هي مش مقصوده يعني. انا والله يا استاذه ياسمين مظلوم، انا ببقى ماشي في امانه الله يعني. مثلا استاذ مثلا خالد بيشوف الناس عادل امام وانا داخل البوابه، والله ابتكرناك الاستاذ عادل امام، طب انا ذنبي ايه؟ وانا قلت له قول اللي انا استاذ عادل امام. طب انا هقول لحضرتك حاجه يا استاذ فكري، استاذ محمد جبريل واستاذ خالد طب هقول لحضرتك حاجه قبل ما انسى، انا اشتغلت مع الاستاذ محمد رمضان في المسرح. اهلا رمضان، مسرحيه اهل رمضان، اشتغلت مع 5 سنين، كان بيندهليش غير تعالى يا استاذ عادل، تعالى يا عادل امام، وكده يهزر ما يحط ايده على كده. ينفع الكلام ده؟
واستاذ محمد رمضان ده شخصيه جميله. بما انك ممثل محمد رمضان يعني محمد بص كنت عامل شوت ايه بقى سعيدي وعاملين لي اللاسه على دماغي وكنت جملتين بقولهم في الفرح مع محمد رمضان. طيب طيب بص يا استاذ فكري دلوقتي استاذ محمد جبريل واستاذ خالد بيعملوا حفلات ها، استاذ جبريل بيغني اغاني لمحمد رمضان واستاذ خالد بيغني اغاني لمحمد منير وبيتكسبوا من هذا الشبه. لو عرض عليك تعمل اعلان لا عملت بصفتك يعني يستخدم في اسم عادل لا عملت إيه؟ اعلان عن شركه معينه ولبسوني بدله جم بتاعت الستايلست خدت مقاسي وعملت بدله الزعيم انا يمكن بعت صوره للاستاذ هشام ولبسوني بدله الزعيم وعملت الشوت والمخرج وعملت الزعيم وانا داخل لحاجه مساله معينه انا بعمل اعلانات ومخرج قبل بس كده بس استاذنت عادل امام في استخدام لا ما هو احنا ما جبناش سيره الاستاذ عادل امام ده حاجه ده ما هو الزعيم هو عادل امام استاذ هو الزعيم عادل امام بس ده منتج حاجه لبسوني بس البدله بس لكن لا اتكلمت ولا حاجه ده لا ده الشخص ده مش هو ده اللي في بالكم دي حاجه من غير حاجه تخص الاستاذ ده حاجه تخص الشركه. طب ليه بترفض تقلد عادل امام؟ هقول لك ليه ما اقدرش اقلده لان الاستاذ عادل قيمه وقامه لو قلدتها معلش مش هبقى حلو انا يعني حاجه انا اقلد الاستاذ اللي انا كنت يعني اتمنى ان انا اقف جنبه بقيت اقف 20 سنه جنبه. طب انا هقول لحضرتك واقعا انا مره كنت في فيصل ساكن في فيصل ورايح المسرح واقف مستني حاجه اركبها هو معدي بالعربيه وعربيه حراسه وراه ايوه فشافني نادى مدير اعماله قال له انزل انده فكر وقف انزل انده وركبت مع العربيه انت ساكنين وقاعد يتكلم استاذ عادل انسان جميل جدا ومتواضع جدا والله العظيم والله العظيم كان بيجي احنا بالنسبه في المسرح اقل ناس يعني بس هو عارف ان انا شغال في جريده الجمهور مع الاستاذ سمير رجب وكان دايما بيحترمني دايما يعني فكان يجي يقعد معانا في الاوضه بتاعتنا احنا واحنا اقل ناس ويقعد ويطلب لنا شاي لا استاذ عادل امام ده حاجه جميله جدا على المستوى الانساني كمان جدا 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 والسيده الله يرحمها رجاء الجداوي انا كنت شغال معاها في مسلسل وكنا شغالين في المسرح الزعيم وبرضو اتخانقت مع المخرجه عشان الوقت عشان عندها مسرح وسابت قالت فكري يلا وخدتني معاها في العربيه وركبت معاها لغايه ما رحنا المسرح الله يرحمه جميله وسعيد عبد الغني الله يرحمه وفي بودي جارد كان انسان جميل جدا لما بيجي فيلم مهم في تل ابيب وانا بخدعه وبهرب ناديه الجندي ويقول لي انت تضحك عليا لان انا كنت انا هو كان بيضرب ناديه الجندي وانا جيت هربتها من السرايا لمصر المشهد كده ايوه طبعا المشهد ده كلنا عارفينه فكان الله يرحمه نادر جلال قال لي يا فكر المشهد ده هيبقى علامه من علامات السينما وفعلا لكن حضرتك كنت بتمثل فيه بشخصيتك ما كنتش لا بشخصيه فكر عبد الحميد ترفض تقلد عادل لا 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 انا ما بقلدوش يعني رحت في كذا مكان وكذا برنامج يقولوا لي اقلده بشخصيتك الحقيقيه انا فكر محمد يعني بص انا مش شايفه ان انت شبه محمد رمضان قوي بصراحه بس انا عارفه ان انت بتعرف تقلده كويس تمام. تعرف تقلده لنا في غنى ولا في تمثيل؟ تمثيل طب اديني حاجه كده مثلا ل رفاعي الدسوقي جعفر العمده اللي يعني اللي يجي معاك اللي انت شاطر فيه تمام اصاي اصاي ده اعقل الكلام اعقل الكلام اصاي روح اصاي روح يا سيد ما توجعش دماغي اخوك تعبان هنام يا سيد سيبنا نام وبعد ما اقوم هنتكلم في الحكايه دي بعدين محمد رمضان وهو صاحي من النوم بيقولوا لي في كنترول روم طب انت بتقلده في التمثيل تمام بس في حياته وفي بقى الغنى برضو وفي الغنى انا بتكلم على حياته الشخصيه هل انت مهووس محمد رمضان لان انا شفت لك فيديو بتعد فيه دولارات زي دي ده برضو نفس تصرفات محمد رمضان هل الهوس ده وصل لحياته الحقيقيه مش بس على الشاشه دي حقيقه لان انا بحب استاذ محمد رمضان جدا حتى لما الناس قالت لي خليك نفسك ما قلتش حاجه ده رايي صح حاولت وبحاول طبعا انا عايش لوحدي ولا جنبي ام ولا جنبي اب بحاول اسعى في الحياه يعني عايز اكون شخص ناجح وهو اللي انا عايزه يعني حتى اللي انا بجيبه ده على فكره ده مش رزقي واللي يعلم الله ده مش رزقي ده رزق ناس تانية وده رزق اخواتي لان انا عندي اب متوفي ومتكفل يعني بخمس بنات ربنا يخليك فاللي بيدي الرزق ربنا يعني طيب لو ربنا رزقك من وسع
تمام واداك شهرة محمد رمضان وثروة محمد رمضان، تعمل زي وتلبس ذهب وتفرق الفلوس في الهواء وتعمل كده، ولا شايف ان دي تصرفات مش حلوة ما تحبش تعملها؟ بصي يعني انا هقول لك على حاجة، اولا دي حرية شخصية. دي حرية شخصية. الحاجة التانية حرية شخصية، انا لو ربنا حرية شخصية ان انت تطلع تفرق فلوس في الهوا وتلبس ذهب وتمشي باسود، دي حريه شخصيه. هي بصي انا شايف ان دي حريه شخصيه، طالما انا بعمل الخير. وعلى فكره يعني محمد رمضان بيعمل خير، بيعمل خير كتير كمان. انا ما اعرفش اذا كان بيعمل خير، بس انا تمام. بكلمك على تصرفات معينه، هل تصرفات شايف معينة. ان التصرفات دي كويسه؟ تصرفات كويسه. انا قلت لك والله دي حريه شخصيه، اولا دي ترجع له لان انا ما اقدرش اتكلم فيها. لكن دي حريه شخصيه، يعني انا دلوقتي الناس مثلا احيانا بتعترض على لبسي، انت ازاي تلبس كده؟ والله دي حريتي الشخصيه، انا البس زي ما انا عاوز، مين عشان تقول لي كده؟ لا انا مش بتكلم على اللبس يا محمد، انا بتكلم على السلوك. وهقول لك انا نصيحه، يعني لو تقبل النصيحه، انه محمد رمضان تحديدا بتصور ان سبب شهرته العظيمه ان هو شبه الناس وطلع من وسط الناس واتكلم كتير عن بداياته اللي ظلم فيها، وكان شخص بسيط ومن بيئة بسيطة ومن بيئة شعبية، فالناس شافوا فيه نفسهم وشافوا فيه البطل اللي ممكن يحقق أحلامهم. فما ينفعش بعد ما تتحقق الأحلام دي تتعالى على الناس اللي هم اللي صنعوا منك نجم. يعني الناس ظروفها صعبة ومن بيئات بسيطه وفقيره، ما ينفعش تطلع ترمي الدولارات قدامهم وتلبس ذهب وتعمل، يعني انا بشوف ان ده تعالي على الناس اللي صنعوه. فنصيحه، اوعى تعمل زيه. استاذ خالد لازم اسمعك. اولا بقى انا ما بحبش كلمه استاذ، دي بتتقال لي كتير. انا اسمي خالد وبس، البطاقه خالد، خالد وبس. عايزين نسمعك وانت بتغني حاجة المنير، مش هقول بتقلد يعني. ليه؟ تتضايق لو طبعا قلت بتقلد؟ بص حضرتك، في فرق أما أغني بصوتي أنا واحترم كينج محمد منير، في فرق أما أغني بصوت منير على أنغام منير وتقليد منير، صح؟ طب إيه رأيك نسمع الاتنين؟ أسمع بصوتك أنت بشخصيتك أنت، واسمع حاجة بصوت منير وشخصية منير. وانو باتوما لينيتو حاجة نوبية؟ لا زي ما تحب. حاجة نوبية ولا حاجة؟ زي ما انت تحب. اي جاري جي جاجاجو اجري التنين جاجو، اي جاري جي جاجاجو اجري التنين جاجو، عالشط تستني رايحة فين، ده انا ليكي بغني غنوتين، غنوة عن القاهة والحنين، غنوة لعنيكي يا ياسمين. ده محمد منير صح؟ ده خالد منير بصوت بصوت كلمات محمد منير بصوت خالد منير. ده صوت محمد منير وحركات. طب انا اعمل ايه؟ ده صوتي انا. طب والحركات يا خالد؟ طب انا اعمل ايه؟ ده حالة. احنا انت فنانة تشكيلية، في الفن التشكيلي عندنا اما انا بتقمص الشخصية في اللوحة غير بتتقمصي، ده اسمه تقمص غريب شوية، ماشي؟ طب انا اعمل ايه؟ طب ده صوت محمد منير ولا صوت خالد منير؟ صوتي من الناس الغلابة خالد منير، بس انا حسيت ان ده كأنه محمد منير. احنا كلنا في النوبة بنحب الغنى. انا خلي بالك انا من منشأ بتاع محمد منير، انا من قريه اسمها الدر. الدر دي بلد مين؟ بلد منير. خالد. طب انا اعمل ايه؟ طب يعني خالد ما تزغش مني يا خالد في الاجابات، يعني انت عايز تفهمني ان كل اهل النوبه اللي في القريه دي بيتكلموا كده وبيتحركوا كده وبيغنوا كده بنفس انا فاهم انت هتوصلي لايه، لجزء معين في دماغك، بس صعب ده. اللي هو ايه؟ ما اقدرش اقوله طبعا، انا ما اقدرش اقول. لا لا قوله. لا كل قوله. بني ادم مننا ليه سر. انا سر جوايا مع ربنا، ما اقدرش اقوله، ما اقدرش، صعب. لا ايه الجزء اللي انا عايزه اوصل له؟ لو طلع هو، لو قلت فعلا صح والله هقول لك صح. ايه بقى الجزء اللي انا عايزه؟ بس احنا بنسجل كده. لا مش هقوله. لا ايه بس الجزء؟ انا مش فاهمه. ما اقدرش.
ما اقدرش. انت عارف ان انت من اول الحلقه كل ما بسالك سؤال بتزوغ مني وتقول له تقول لي اصله ما ينفعش واصله سر واصله مفاجاه. هقول لك انا بزوغ منك ليه؟ اصل انا بحب اقول الحقيقه، مش عايز اطلع الحقيقه. لو طلعت الحقيقه هبكي، وانا مش عايزه ابكي. يا عم طلع الحقيقه وابكي وتطهر وبراحتك. لا 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 صعب شويه. صعب صعب شويه. انت بتكلمي اللغه، اللغه انت فنانه تشكيليه وفاهمه الفنانين التشكيليين بيبقوا ايه، صعبين شويه في الكلام. بص هو انا همسكك برضو يعني مش هتعرفي مش مش هسيبك على فكره. طب انت ليه ما فكرتش مثلا، يعني في نجوم كتيره قوي النهارده بداوا بان هم شبه فلان او صوتهم زي فلان. ما انا هعمل التجربه دي وبعدين بقى لهم شخصيتهم. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، عندك خلاص رامي صبري اللي كانوا بيشبهوه بعمرو دياب، وبعدين رامي صبري بقى له شخصيته وبقى له فنه. ما انا هعمل القصه دي بس كل حاجه بالصبر، مفاجاه كبيره. هعمل حاجه، هطلع بقى من عبايه منير والبس عبايه خالد منير. هتطلع ازاي من عبايه منير يا خالد وانت بتتكلم زيه وبتتحرك زيه هتحلق شعرك مثلا؟ تقدر تحلق شعرك ولا ما تقدرش؟ تتخيل. اقول لك حاجه. لا ما تزوغش. او لا تقدر ولا ما تقدرش؟ تسمحي لي اقول لك ياسمن؟ بصي يا ياسمين، ما تقدريش. انا فنان تشكيلي ليا كاركتر معين، طول عمري بربي شعري ده، ملوش دعوه بمحمد منير. انا من صغري قالوا لي انت شبه محمد منير، اقول لهم ايه؟ الناس هي اللي بتقول. زي ما قال استاذ فكري، قال نفس القصه ماشي. الناس هي اللي بتقول. طب انا اعمل ايه للناس؟ شبيه منير. طيب كده. اخر سؤال عايزه اساله وحضراتكم كلكم تجيبوا عليه. موضوع الشبه بمحمد منير ده بيعملك مشاكل من اي نوع في الشارع؟ يعني احكي لي على موقف مثلا، موقف غريب. واحده خدتني، كانت متجوزه، خدتني ركبتني العربيه وقالت لي تعالى انا عايزاك. قلت لها فيها حضرتك؟ قالت لي انا عايزاك. عايزاني في ايه؟ خدتني البيت واتغدينا مع بعض انا وجوزها وهي ومش عارف ايه والكلام ده. قالت لي انت، انا كان نفسي اشوف منير وما بعرفش اشوف محمد منير. انا لقيتك انت فيك روح محمد منير. انا ما بدخلش بيتي اي حد، وكلت معهم وبقينا اصحاب وبقينا اصدقاء، بقينا 7-8 سنين هو اصدقاء. هي دي الروح. التلاكتر. استاذ فكري، موقف غريب بس هستاذنك باختصار عشان بس. بص حضرتك، واحد مصور كان نفسه يتصور مع الاستاذ عادل امام، فشافني قال لي يا استاذ فكري انا عايز اتصور معاك. اقول فكري عبد الحميد، انا اتصورت مع فكري عبد الحميد فنان الغلابه، لان انا مش عارف اتصور مع الاستاذ عادل امام. فانا تسمع ان انا اتصور معاك؟ وتصور معي ونزل على السوشيال ميديا. صورت مع فكري شبيه عادل امام اللي هو الغلابه. عادل امام عادل امام الغلابه. استاذ محمد جبريل، انا ممكن اكون برضو نفس النظام، بس ده طبعا كان حد اجنبي اسمه جاي. ده اصلا كان يفكرني انا محمد رمضان وكده. فعمل ايه؟ فجخ عمل لي كده، فقال لي براو، فاخدني بالحضن وكده. انا لحد انا مستغرب. فراح قال لي محمد رمضان. فانا بصراحه قلت له ايه؟ فقال لي تعالى ناخد صوره. فانا رحت عامل له كده. الصوره نزلت، وبصراحه عامل لي منزلها عندي على الصفحه. الصوره دي برضو واخده ترند كويس الحمد لله. يعني قلت له ايه؟ ماشي. انا yeah. انا عايزاك في المره في يعني في الفتره الجايه تقول نو ويبقى لك شخصيتك المستقله. وخالد احنا بانتظار مفاجاتك اللي فيها زي ما انت قلت شخصيتك برضو ان شاء الله المستقله. استاذ فكري بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم جميعا. خلصت فقرتنا لكن ما خلصتش حلقتنا. خليكم معنا بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني وفقرة خاصة للمهتمين بالعقارات مع ضيفي الباشمهندس طارق إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة طارق إسماعيل للاستثمار العقاري. باشمهندس طارق مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ وسهلا منور. الله يخليك يا فندم، انا سعيد مع حضرتك. الله يخليك. انا عايز اسالك في البداية ايه سبب تسمية الشركة؟ طيب هقول لحضرتك حاجة. أول حاجة لازم يبقى في ثقة بيننا وبين العملاء. أول حاجة للثقة ديت، حضرتك لما بتروح تشتري من أي شركة عقارية، أول سؤال حضرتك بتسأليه مين صاحب الشركة؟ أيوة. من الطرف الاول، من اللي انا همضي معاه؟ طب فكره ايه؟ طب بيتكلم في ايه؟ طب عنده ايه؟ اول حاجه حطيناها ثقه هو اسم الشركه. لا، الشركه باسم طارق اسماعيل.
لو طارق اسماعيل عنده مشكله مش هيطلع باسم الشركه. لو طارق اسماعيل في مشكله مش هيطلع هو بنفسه يتكلم. فديت اول صحيح. حاجه ثقه بيننا وبين العملاء بتاعتنا. ان انا طالع بنفسي الحمد لله اتشرف ان انا رئيس مجلس اداره الشركه وانا اللي طالع وانا اللي بتكلم وانا اللي بقول. ليه؟ لو في مشكله زي ما قلنا استاذ ياسمين مش هطلع بنفسي انا اتكلم. تاني حاجه لازم العميل اللي جاي يتعاقد معايا يعرف الراجل دوت فكره ايه او ايه الفكر اللي هيعمله او هيتكلم في ايه. يعني معنى النهارده في افكار جديده لازم تتطبق في العقارات عشان ابتدي اتعاقد معاه. النهارده اول حاجه فكرنا ان انت مش ان انت تتعاقد في وحده فندقيه او تتعاقد في شاليهات وفي الاخر الشاليه ده انت بتقفله وما بتستفادش منه. لا بخليك تعمل استثمار. تأجره. استثمار بقى ده اللي جاي، ده الفكر اللي احنا بنتكلم فيه. ازاي اعمل لك استثمار في الوحده بتاعتك؟ يعني النهارده هدفع 6 7 8 مليون مثلا في اي شاليهات موجوده في الساحل او في راس سدر او في الكلام اللي احنا بنتكلم عليه. طيب انا دفعت النظير ايه؟ هستفاد ايه؟ اللي انا هكسبه. النهارده مش ان انا ادفع واروح شهر شهرين ثلاثه او اروح طول الصيف واقفل الوحده بتاعتي وكده يبقى انا كسبت. لا لا، في خطه لاستثمار الوحده طبعا. طيب واستثمار طول السنه. بما اننا بنتكلم على الشاليهات واحنا داخلين على الصيف او بالفعل خلاص دخلنا في الصيف. انا عارفه ان الشركه ليها مشروعات في راس سدر ده الجديد. راس سدر والساحل. الساحل. عايزين ندي المشاهدين فكره عن الساحل باستفاضه طبعا. لانه واجهه المصريين في الصيف. بس راس سدر بقى لان ناس كتير ما تعرفش ان راس سدر مصيف جميل جدا. هقول لحضرتك الساحل الاول احنا الحمد لله السي في بتاعنا بتاع الشركه احنا كان عندنا اكوا بي 1 و2 و3 و4 دول في الساحل في كيلو 77 الحمد لله المراحل الاربعه اتحجزوا بالكامل. عندنا المشاريع الجديده بتاعتنا سيفن ستارز الساحل وسيفن ستارز راس سدر. ليه عملنا في راس سدر؟ الساحل طبعا مش محتاجين ده هنتكلم عليه، احنا في كيلو 77 على الطريق مباشره. في 7 حمامات سباحه، في 2 حمام سباحه مغطى للسيدات. مساحته قد ايه يا باشمهندس؟ 10 فدادين. في 7 حمامات سباحه زي ما قلنا لحضرتك، 2 حمام سباحه مغطى للسيدات. اللي احنا بنبيعه بقى مش شاليهات، ده الجديد. ليه؟ حضرتك انت لما بتاخدي اتعرض عليك يا استاذه ياسمين تقضي اجازه في شاليه او في وحله فندقيه في فندق، بتختاري ايه؟ الشاليه ولا الوحله الفندقيه؟ بختار الوحدة الفندقية عشان الخدمات بس. الله ينور على حضرتك. النهاردة ما تلاقيش أي قرية سياحية بتبيع وحدة فندقية. كل أصحاب القرى السياحية بيبيعوا إيه؟ بيبيعوا شاليهات بس. ليه؟ الوحدة الفندقية زي ما بنقول كده هي الفرخة اللي بتبيع ذهب لصاحب القرية. لا إحنا بدخلك شريك معايا وبتكسب معايا في وحدة فندقية. الوحدة الفندقية هي اللي بتكسب طول السنة. النهاردة حضرتك لو رحت شاليه بيبقى إيجارها في اليوم حوالي 3-4000 جنيه. طب الوحده الفندقيه اجارها في اليوم لا يقل عن 7-8000 جنيه. لا انا عايزه حضرتك تشرح بقى يعني بالتفصيل ايه الفرق ما بين الشاليه وما بين الوحده الفندقيه. ما ده اللي احنا بنتكلم فيه ان الشاليه بتاع حضرتك دوت ما فيهوش خدمات. يعني حضرتك بتروح الشاليه حضرتك اللي بتنضف الشاليه وحضرتك اللي بتعمل اكل وحضرتك بتعمل كل الخدمات بتاعتك. طب حبيت ان انا اخد خدمات تبع الفندق بتدفع فلوس زياده. يعني حبيت الهاوس كيبنج يجي لك الشاليه حضرتك بتدفع فلوس، روم سيرفيس بتدفع فلوس، حبيت تروح الساونا، الجيم، الجاكوزي، الخدمات، كل ده هتدفع عليه فلوس. صح؟ ده الشاليه. انما الوحده الفندقيه بتاخدي كل الخدمات الفندقيه بتاعتك مجانا. طبعا ما كل ده تبع الفندق اللي انت اللي حضرتك مالكه فيه. لان احنا كل الوحدات الفندقيه سواء في راس سدر سواء في الساحل انت حضرتك مالكه حصه في الارض، انت مش واخده حق انتفاع. ودي نقطه مهمه جدا، في فرق ما بين حق الانتفاع وما بين الملكيه. حق الانتفاع انت واخده يقول لك انت مالكيش حصه في الارض. طب انا مش مالك حصه في الارض يبقى مالك ايه؟ انا مش مالك حاجه خالص. لا قدر الله المبنى وقع انا ما كسبتش حاجه. انما انت مالك حصه في الارض في هنا او هنا، ودي كان من اهم الاساسيات بتاعتنا، مع ان راس سدر بالذات ممنوع فيها التملك في الارض الا بعض القرى السياحيه اللي هي كانت من قديم من زمان فليها عقد تخصيص. الحمد لله المشروع بتاعنا من ضمن اللي ليها عقد تخصيص، فانت ليك وحده في الارض، فانت مش واخد حق انتفاع. تاني حاجه ان كل الوحدات اللي حضرتك مالك فيها ليك حق في الساونا، في الجيم، في الشاكوزي، في حمامات السباحه، في المطاعم، كل الحاجات ديت انت الخدمات بتاعتها بتستفاد بيها. زائد ان احنا المشاريع بتاعتنا بتملكك بالفرش، بالاجهزه، بالتكييفات. بمعنى ايه؟ ان مش بتيجي الوحده الفندقيه اقول لك حضرتك شطبها فتخش مثلا في 500,000، حضرتك افرشها فتخش في 400-500,000 جنيه تاني. لا ده انت بتاكلها بالفرش، بالاجهزه، بالتكييفات. من اهم المميزات بتاعتنا ان انت حضرتك لما بتاخد انت بتاخدها بدون مقدم. يعني احنا مش بناخد من حضرتك مقدم، احنا مش بنبني بفلوس حضرتك. يعني نيجي نتكلم على راس ازاي يا باشمهندس من غير مقدم؟ قسط شهري بس. على طول من غير مقدم؟ من اول شهر لحد اخر شهر هو قسط شهري. ما تدفعش غير كده. احنا ما بناخدش مقدمات من العملاء. ده الجديد في العقارات. انا مش باخد منك مقدم. لا انت كل بتدفعه قسط شهري. طب انا الاستلام بتاعنا في المرحله اللي جايه هي سيفن ستارز في راس سدر
فده خلال 4 سنين. طيب القريه مبني فيها مرحله اولى ومرحله ثانيه، اخر مرحله اللي احنا شغالين فيها المرحله الثالثه، بمعنى ان في ناس بتروح هناك والاجازات والشاليهات موجوده. المرحله الثالثه اللي احنا بنتكلم فيها استلامها خلال 4 سنين، يعني المشروع موجود بالفعل، موجود بالفعل والوحدات بتاعتك موجوده. بس احنا بنفرش، مش مجرد رسومات زي ما بنشوف لما بنروح نشتري اي عقار بيبقى مجرد رسومات على ورق. ده اصعب حاجه يا استاذه ياسمين، بيجي العميل بعد كده يقول ايه، والله ده انا اتضحك عليا. حضرتك انت اللي ضحكت على نفسك، ليه اخد في مشروع لسه ارض؟ ما اللي بيبني ده، ما لسه ارض دوت هو مستني فلوس حضرتك عشان يبني بيها. طيب حضرتك هو محتاج مثلا 1000 عميل، كل اللي جاله 100 عميل، طب هيبني بال 100 عميل ولا هيعمل ايه؟ فطبعا بيقف، لا بيعرف يبني ولا بيعرف يكمل. احنا بنتكلم على بعض الشركات، لكن انت النهارده بتتكلم ان الحمد لله الشركه بتاعتنا، انت بتروح تلاقي مرحله اولى مبنيه، مرحله ثانيه مبنيه، القريه شغاله مش لسه هتشتغل، يعني في حمامات سباحه وفي البحر وفي الشط، وده هنشوفه مع بعض، في تقرير معمول في الكلام ده كل اللي احنا بنتكلم طب فيه. خلينا نتفرج على نتفرج على التقرير. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحييكم من واحدة من أجمل البقع والمناطق السياحية الساحلية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية بالكامل. فاكرين طبعا زي النهاردة تقريبا من سنة كنت مع حضراتكم وبصحبة شركة طارق إسماعيل للاستثمار والتطوير العقاري، بس من سنة كنا في الساحل الشمالي وتحديدا في الكيلو 77 لما كنت بعلن لحضراتكم عن تدشين وانطلاق مشروع شركة طارق إسماعيل للاستثمار والتطوير العقاري، المشروع الساحلي الفندقي المحترم اللي اسمه أكوا باي بمراحله الأربعة 1 و2 و3 و4، والحمد لله المشروع لقى رد فعل ومبيعات وثقة من العميل بشكل محترم الحمد لله. شركة طارق إسماعيل النهاردة بتكمل مفاجآتها وهداياها بمنطقة سياحية ساحلية تانية ولا تخطر على البال. أنا النهاردة موجود في مدينة راس سدر، واللي ما يعرفش حضراتكم مدينة راس سدر خسران كتير، هي واحدة من المناطق الطبيعية إن لسه بكر، جمال خام وطبيعة خام وبحر، ما أعتقدش حضرتك شفت نقاء وجماله واتساعه في أي منطقة ساحلية تانية. عايز أقول لكم ميزة استثمارية مهمة جدا كمان في مدينة راس سدر، أنها هي الجيل القادم للاستثمار السياحي الساحلي في مصر، الدور دلوقتي على مدينة راس سدر، فاللي عايز يلحق يلحق. وعشان كده استخداما واستثمارا للسياحة والساحل، شركة طارق إسماعيل للاستثمار العقاري بتقدم لكم وجبة سياحية ساحلية، فندق جديد داخل القرية الهولندية اللي اسمها مولينفيك في الكيلو 45 تحديدا. أهم ميزة في القرية الهولندية مولينفيك اللي جواها المشروع السياحي الفندقي اللي اسمه 7 ستارز لشركة طارق إسماعيل، إنه هذه القرية أولا زي ما انتم شايفين كده بحرها بسم الله ما شاء الله، يعني ممكن نتحدى وننافس بيه. رقم 2 إنها 3 دقايق بعد النفق، 3 دقايق بالتمام والكمال بعد النفق، بمعنى إنه معناها ان انت عديت قناه السويس، عديت النفق، انت وصلت. القريه الهولنديه قريه ليها طابع جميل وليها اجواء لطيفه، وزي ما عودتكم شركه طارق اسماعيل هيبقى خدمه فندقيه 5 نجوم، وطارق اسماعيل خلاها 7 نجوم ب7 ستارز بدل 5 نجوم. ان شاء الله هتبقى بتوفر الوحدات بالمساحات المختلفه اللي حضراتكم اتعودتوا عليها في الطريقه البيعيه التسويقيه لشركه طارق اسماعيل، وحدات مختلفه المساحات باقساط كمان تناسب هذه المساحات، التقسيط اللي على مجموعه من السنوات، هي دي العلاقه التعاقديه اللي تربط اي عميل بشركه طارق اسماعيل. قنبله القريه الهولنديه، مشروع الفندقي 7 ستارز، ان شاء الله تفاصيله كلها قريبا على مواقع شركة طارق إسماعيل، والمفاجآت لم تنتهي، واستنوني كمان 5 شهر كمان إن شاء الله في بقعة حلوة ومنطقة حلوة ومفاجأة حلوة إن شاء الله. أشوفكم على خير، كل سنة وانتم طيبين. تامر أمين ورايا ورايا، أنا سبت برنامجه جاي ورايا في برنامجي، طالع لي في تقرير. أستاذ طارق، أنا عايز أعرف إشمعنى راس سدر والساحل؟ طيب الساحل أول حاجة بينك ما بين العالمين، العالمين ده حضرتك حاجة عالمية تمام، الدولة نفسها بتستثمر فيها تمام،
لان هي احسن بقعه فيها استثمار على مستوى مصر بالكامل. جه راس الحكمه. فالنهارده بيننا وبين العالمين 10 دقايق، فانت في موقع اللوكيشن بتاعك ممتاز، لان انت يعتبر في وسط الساحل الشمالي ما بين الشرير والطيب زي ما بيقول. فانت النهارده في المتوسط بتاع في الميديا، فانت واخد في احسن ما بين الساحل الطيب والساحل الشرير. لا بالظبط كده، بينك وبين العالمين 10 دقايق. النهارده الدوله بتعمل حاجه اسمها مطار هيتعمل في راس الحكمه، مطار دولي. ده تخيل لحضرتك لما المطار يطلع هيبقى عامل ازاي. النهارده القطر السريع بالظبط هيبقى ساعه ما بيننا وما بين منطقه العالمين. تخيل حضرتك انت بساعه تبقى جوه الساحل الشمالي. كل دوت بيعمل لك منطقه استثماريه تكسب من النهارده. تالت حاجه ودي اللي يهمنا بقى في الوحدات الفندقيه، انا قلت لحضرتك الاستثمار مش هيبقى في الصيف بس، لا قلت صيف شتاء. طب الشتاء هيجي ازاي؟ طب في الشتاء ازاي بقى؟ هقول لحضرتك حاجه، في هناك جامعه اسمها جامعه العالمين. جامعه العالمين ديت فيها طلاب، الطلاب دول طول الشتاء بيدرسوا. محتاج ايه؟ محتاج وحده فندقيه، ومش محتاج شاليه، مش محتاج حاجه كبير، محتاج وحدات فندقيه يقعد يلاقي خدمات، يلاقي مطاعم، يلاقي اللي هو عاوزه عشان يقدر ان هو يتابع في الجامعه بتاعته. فانا النهارده عاملها لمين؟ للطلاب بتوع جامعه العالمين. فملتزم ان انا اشغلها لك صيف شتاء. طب ازاي بقى ببقى ملتزم معاها؟ حضرتك النهارده وانت بتعمل معايا عقد التمليك بتاع الوحده بتاعتك الفندقيه، قلت له والله انا عاوز اجر، مع ان الاستلام خلال 4 سنين، انا بعمل لك عقد الايجار من دلوقتي. من دلوقتي بتعمل عقد الملكيه وبتعمل عقد الايجار الاثنين مع بعض، عشان بقول لك ان انا ضامن اول ما بتستلم باجر لك الوحده بتاعتك. الاستلام خلال قد ايه؟ 4 سنين. طب حضرتك جيت بعد ال4 سنين اجرت معايا، بتدفع اقساط ثانيه؟ ما تدفعش اقساط. يبقى انت النهارده كل اللي شاريه بالوحده بتاعتك هو اقساط 4 سنين لحد ما استلمت الوحده بتاعتك. هو ده الاستثمار اللي احنا بنتكلم فيه، زائد استثمار تكسب منه. طب الكلام ده في الساحل. طب راس سدر بقى، راس سدر في جامعه الملك سلمان، نفس القصه، عاملين وحدات فندقيه للطلاب بتوع جامعه الملك سلمان. فاحنا بنختار المواقع اللي تكسب من وراها واحنا نكسب معاك فيها. حضرتك بتكسب وانا بكسب معاك. الوحده بتستلمها بالفرش، بالاجهزه، بالتكييفات، بكل شيء. اخر حاجه ان احنا العقد بتاعنا استاذه ياسمين في اول شركه في مصر بالكامل في الوطن العربي، العقد بتاعها يتحط جواه اوراق الملكيه. يعني ورق الملكيه بتاعك مش بتاخده، لا ده موجود جوه العقد اللي هو قرار التخصيص بتاع الوزير. تاني حاجة الرخصة بتاعتك، كل حاجة موجودة جوه عقد الملكية بتاعك. احنا الحمد لله ضامنين نفسنا، عارفين احنا بنعمل ايه وبنبيع ايه ومسلمين مرحلة اولى ومسلمين مرحلة تانية. لا انت العقد بتاعك اوراق الملكية جوه العقد بتاعك. فالنهاردة انت بتكسب وبتستثمر واحنا كمان بنكسب ونستثمر. غير ان احنا عاملين عروض خاصه لمشاهدين حضرتك لمده 24 ساعه. ما انا لسه كنت هقول لك قبل ما نختم بمناسبه افتتاح 7 ستارز، هل في ممكن تخصنا احنا كشاي بالياسمين او تخص مشاهدي شاي بالياسمين بعرض خاص؟ ده شرف ليا يا فندم، انا عشان كده عاملين عرض، هو مش عرض واحد، ده هيبقى 3 عروض. ايوه خاصين بحضراتكم مش هيتعملوا تاني. اول عرض المفروض ان احنا القسط الشهري بتاعنا سواء للساحل او راس سدر 28000 جنيه لمده 15 سنه. بكره لمده 24 ساعه كل مشاهدين حضرتك خصم 75% بدل 28000. 75%؟ 75% ده بكره بس. بدل 28000 هيبقى 7000 جنيه لمده 15 سنه، ده القسط بس، ما بتدفعش اي مقدم. هو بالاقساط بتاعته. ده اول عرض. ثاني عرض حضرتك عشان لسه بادئين في راس سدر، اي عميل هيتعاقد معانا بال 7000 جنيه، طبعا هنقول بتبدا من، هي بتبدا من 7000 اللي هو 28000 هيبدا ب 7000. تمام؟ اي عميل هيتعاقد معايا في راس سدر هديله وحده فندقيه هديه في الساحل. يعني اللي هيتعاقد في راس سدر ياخد عليها هديه في الساحل، واللي هيتعاقد في الساحل هياخد وحده هديه. يعني ب 7000 انت بتاخد وحدتين مش واحده واحده. ده الكلام ده لمده 24 ساعه بكره. بالاضافه في مفاجاتين تاني لما بيجي الشركه هيعرفوا، منهم حاجه اسمها شهاده استثمار. شهاده الاستثمار دي انت بتاخد فلوسك بالكامل بعد 10 سنين مع احتفاظك بملكيه الشريك. كل ده تعرفه بكره. يبقى انت النهارده عندك 3 عروض. اول عرض بدل 28000 قسط شهري لمده 15 سنه هو 7000 جنيه قسط شهري لمده 15 سنه. ثاني عرض لو حضرتك خدت في الساحل هديك واحده هديه في راس سدر، لو واخد في راس سدر هتاخد واحده هديه في الساحل. ثالث عرض في مفاجاتين تاني بكره لما تيجي تعرفهم ان شاء الله، بالاضافه لشهاده الاستثمار اسال عليها عباره عن ايه اللي بترد لك فلوسك تاني. باشمهندس طارق اسماعيل بشكر حضرتك شكرا جزيلا على العرض اللي خصيت بيه مشاهدي شاي بالياسمين، واللي يروح بكره لباشمهندس طارق يسال على المفاجاتين وعلى العروض كلها. تصبحوا على خير.